حذاء رياضي لبسه اسطوره كره السله الامريكيه مايكل جوردن بكام بقى؟ ب 615 الف دولار امريكي. الله. محطما طبعا رقما قياسيا لحذاء اخر للاعب نفسه، ده كان قبل اشهر، بيحمل الحذاء ده اسم اير جوردن 1. انتعلوا النجم الامريكي في مباراه استعراضيه كانت في ايطاليا عندما لعب كوره كده، في لعب ما اعرفش انت تابعته ولا، بس لعب كوره حطمت الزجاج تماما اللي هو بتاع خلفيه السله اللي هي اللوحه الخلفيه للسله، وسجل في الماتش ده 30 نقطه، ومفروض ان هو مصنوع من عام 1985 هذا الحذاء يعني. ف ده خبر سريع كده وارقام بسيطه يعني، بس اللي اتباع اخر حاجه قبل كده اللي هو الحذاء اللي قبل كده كان متباع ب 560 الف دولار تحديدا. يا نهار ابيض، فانت بتتكلم 615 الف دولار. يعني في ناس فعلا يعني وبيستنوا النوع ده من المزادات عشان يشتروا مقتنيات نجوم الالعاب الرياضيه المختلفه. صح، في ناس عندها الهوايه دي فعلا. يعني ارقام فلكيه بتدفع 615 الف دولار يعني. ماشي، وماله يعني، احنا اللي حاسبين على الكلام ده. طيب لسه هندور